مرحبا بكم في قناة أخبار العالم. لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل إعجاب. وإلى التفاصيل، اقتحمت ميليشيا الحوثي مدرسة حكومية نظمت احتفالا مهيبا بذكرى ثورة الاستقلال 59 في محافظة إبل الخاضعة لسيطرتها. وقالت مصادر محلية في آب إن مدير مكتب التربية التابع للحوثي في المحافظة القيادي محمد درهم الغزالي اقتحم صباح اليوم مجمع السعيد التربوي الذي تديره الأستاذة فائزة البعداني لتهديد المدرسات والطالبات على خلفية الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر أن مسلحي الحوثي وجهوا أسئلة للطالبات عامًا يقف خلف تلقينهن شعارات بالروح بالدم نفديك يا يمن، كما وجه أسئلة لمقدمات الإذاعة المدرسية عما إذا كانت المديرة أو المدرسات يقفن خلف إقامتهن الإذاعات الوطنية. وقال الناشط إبراهيم عسقين إن مدير التربية الحوثي المدعو محمد درهم الغزالي اعتدى على مسؤولة الأنشطة الأستاذة نسيم الجرش في المدرسة وحاول انتزاع هاتفها بالقوة. وكانت ميليشيا الحوثي قد حاولت إيقاف الأستاذة البعداني مديرة المجمع لولا ضغط شعبي واسع أدى لتراجعها عن إيقافها، ويحاولون حتى اليوم انتزاع تصريح مصور منها بأنهم لم يهددوها. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة إب غضبا شعبيا متناميا ضد ميليشيات الحوثي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار ليصلكم كل جديد.